أولا، لماذا الإضرابات فيما يخص ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية؟ الإشكالية هو بعد ما تم إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فعلا أن الوزارة استجبت لإحداث هيئة الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين اللي غيستافدوا منها الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع. هذا شكل نحن كاعتبرناه شكل إيجابي ومكتسب للدكاترة، يعني وبالتالي هنا يعني كنعتبروا أن الوزارة دارت واحد تنزيل ديال واحد المطلب اللي كنا سنوات وحنا كنناضلوا عليه. لكن الإشكالية اللي تطرحات في هذا النظام الأساسي الجديد هو أن الاتفاق اللي دار في هذا المكسب هذا في 18 يناير 2022 كان اتفاق من أجل الإدماج الشامل للدكاترة ديال التربية الوطنية، لكن جات واحد المادة رقم 33 أعطت المباراة، أي أن باش يمكن الدكتور يولي أستاذ باحث خصو يدوز مباراة، في حين أن الاتفاق كان يتكلم على تسوية وضعية الدكاترة وليس المباراة، عكس ما تم مع حاملي أصحاب الماستر، هما اللي الوزارة في الاتفاق دارت معهم المباراة. أما الدكاترة بحكم أن العدد القليل في القطاع، يعني كان في حدود 16% دكتور يعني في وزارة التربية، إذن فالوزارة في الاتفاق ديالها مع النقابات الأكثر تمثيلية وقعت اتفاق في 18 يناير 2022، وبالتالي يعني ما كانش المباراة. هذا هو الإشكالية الأولى اللي احنا يعني فضناها، وبالتالي احنا كنطالبوا ان الوزارة تنزل اتفاق ديال 18 يناير 2022 بدمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين، بحكم التجربة اللي راكموها، بحكم الخبرة البيداغوجية اللي اكتسبوها سنوات طويلة من العمل يعني في قطاع التربية الوطنية. إذن هاد الناس راه موظفين بالتربية، ما محتاجينش يعاد يدوزوا المباراة، وكان اتفاق على أن هذه غتكون ترقية أفقية، بالتالي أن خاص الوزارة تلتزم بها. المسألة الثانية التي أثارت حفيظة الدكاترة وهي المماثلة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، أي أن تم استثناء بعض المواد خاصة المادة 6 والمادة 13 الجزء الثاني. هاد جوج ديال المواد هما أساسيين، فلماذا يتم استثناء الأساتذة الدكاترة ديال قطاع التربية الوطنية من هاتين المادتين؟ علما أن هاد المادتين كتشجع الدكتور للبحث العلمي، وكتشجعه باش يقوم ب يعني أبحاث خاصة في المجال التربوي لصالح المنظومة ديال التربية والتكوين. كذلك المادة 13 كتعطي إمكانية ديال خلق يعني واحد الدرجة استثنائية لهاد الأساتذة الباحثين. هاد المسألة تم استثناء منها الأساتذة الباحثين في وزارة التربية الوطنية، إذن هذا كيتعتبر عدم تكافؤ الفرص، وحنا رفضناه يعني في اتحاد العام دكاترة المغرب، واعتبرنا لابد أن يكون الإنصاف يعني كما هو مع الأساتذة الباحثين التعليم العالي خصو يكون مع الأساتذة الباحثين بوزارة التربية الوطنية. وهذه هي الأسباب الرئيسية حقيقة يعني اللي خلقت إشكالية كبرى في هذا النظام الأساسي فيما يخص ملف الدكاترة. نحن نتوقع أن بعد ما شكل السيد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخ النوش لجنة وزارية لحل معضلات هذا النظام الأساسي، أن تتم كذلك معالجة هذه المشاكل، ويتم إنصاف دكاترة التربية الوطنية، أي أن يتم إعطاء المماثلة الكاملة مع الأقران ديالهم بمراكز جهوية التربية والتكوين، كذلك دمج ديالهم في إطار أستاذ باحث، وبالتالي يعني ما يكونش واحد الإقصاء والتهميش لهذه الفئة اللي هي سنوات طويلة وهي كتنتظر تسوية الوضعية ديالها. إذن هادو هما التوقعات ديالنا، ونتمنى أن يكون السيد رئيس الحكومة يتدخل، يعني من الواجب أنه خصو يتدخل باش يحل كذلك هذه المعضلة، لأن كما كنعرفوا أن المهام اللي غادي يشرفوا عليها الأساتذة الباحثين بالتربية والتكوين هي مهام رئيسية وجد مهمة، فهي مهام ديال التكوين الأساس
يعني تكوين الاساتذه الجدد، كذلك المواكبه ديال الاساتذه والتاطير ديالهم، كذلك التكوين المستمر، يعني البحث العلمي وخاصة في المجال التربوي، كذلك تقديم الخبرات البيداغوجية والاستشارات التربوية لفائدة القطاع، كذلك تأهيل المناهج الجديدة. إذا كاين مجموعة المهام جد جد مهمة التي غادي يشرفوا عليها هؤلاء الدكاترة أي الأساتذة الباحثين، وبالتالي خصها تعطى لهم على الأقل القيمة اللي كيستحقوها. وشكرا.